احيانا بيجيك ياس، بس فجأة لما بتلاقي مريض تزرع فيه أمل ويضحك يكون مبسوط، هون بيزيد عليك حافز أنه لابد أخدم أخدم. أنا أول ما جيت من السودان جبت معي شهادة، فقط شهادة، ما كان عندي وقت مشان ألم أغراضي وهيك شيء. رغبة ساعد العالم، لأنه أصلاً كان في السودان كان في حرب، ولما صار في الوضع في سوريا حاولت أساعد العالم مشان ما يشوف نفس الألم اللي أنا عشت فيه. أنا مو دوري لحالي، نحن هون عبارة عن مجتمع طبي، يعني كل واحد عنده دور. أنا أتمنى أكون في مكان أقدر أساعد العالم بشكل استمراري.